وانا هبدا بقى في فكره هنا، معلش لو تسمح لي في الاول، فكره الفتره الصعبه اللي كل العالم مر بيها، واللي انا هاخد من مقدمتي اقول هو 2020 وشها حلو قوي على النادي يعني، ولا ده راجع لايه برضه؟ والله هو ربنا بيكرمنا لان احنا بنعمل مجهود جامد جدا يعني، ما تاثرناش ابدا باي توقف، تاثرناش ابدا باي ظروف يعني. يعني لو احكي لحضرتك احنا كنا في الدوري، احنا الجهاز الطبي كان معانا تقريبا يوميا. مين تعب، مين عيان، مين عضلاته شدت. احنا الدوري كان متجمع في اسبوع واحد تقريبا 10 ايام لعب كل يوم، فكانت صعبه جدا على فريق رجال. ولسه زي ما كنت بقول لحضرتك المره اللي فاتت، احنا مش بنلعب فردي، احنا بنلعب 10 لعيبه 9 لعيبه، فانت لازم يبقى معاكي زي فريق كوره كده. يعني اول مره فعلا احس ان تدريب فريق جماعي دي حاجه صعبه جدا. انت وراك 12 واحد عمال تشوف كل واحد ظروفه ايه النهارده، وتعب شد الماتشات طولت عليه، طب نغير الترتيب النهارده، الترتيب بتاع الاتحاد بيتغير كل شويه والفرقه المنافسه بتتغير. يعني كفايه ان مثلا ماتش الصيد اللي هو النهائي ده اتلعب مرتين في خلال نفس الاسبوع. يعني احنا من 3 ايام خسرنا الماتش ده، وبعديها بثلاث ايام كسبناه وكسبنا بيه الدوري يعني. فهي بطوله كانت يعني صعبه، بطوله صعبه وعلى كل الرياضات بصراحه. طيب كابتن محمد، خليني اروح معاك بمنتهى الصراحه. طبعا فتره صعبه، بطوله صعبه متطلبه، كانت مجهود ضخم جدا، اكيد كان في ضغط على اللعيبه بقى تحديدا هنا لو هنتكلم عن اللعيبه نفسهم. انا عايز اعرف انت مريت الفتره دي كان برضو نفسيا كمان ازاي؟ طبعا الضغط كان عالي قوي، سبيشال ان احنا كان عندنا بطولات قبلها، احنا كان عندنا في بطوله مصر الاهليه، فيعني كانت قبلها باسبوع احنا لعبنا مثلا، وكان في بطولات قبلها برضو، فاحنا لعبنا البطولات دي كلها واللي هو في اخر السيزون خالص، والدوري جه بعدها. طبعا قعدنا اول اسبوع اللي هو كان في المجموعات وكده، كان بنلعب كل يوم يعني لعبنا تقريبا 5 ماتشات. طبعا ماتشات طبعا صعبه وانتنس، ويعني طبعا بيكون محتاجه تركيزي دايما وتطلعي 100% اللي عندك. جينا بعدها بقى في السيمي فاينل والفاينل، اخدنا يومين راحه تقريبا، بعد كده لعبنا السيمي فاينل يوم الاحد تقريبا والفاينل الاثنين. فطبعا كان ضغط رهيب، كل يوم بتلعبي ماتش، منافسين صعبين، بريشر مش عادي. بس الحمد لله يعني عرفنا في الفاينل نكسب الحمد لله، ونكسب الدوري يعني. كان برضو مستوى الفرق التانية يعني برضو وما نقدرش نقول تأثر بشكل كبير، يعني كان في منافسة فعلا زي ما انت بتقول قوية. طبعا يعني احنا في المجموعات كنا معانا نادي الصيد، لعبناهم في المجموعات وخسرنا 6-3. فيعني 6-3 في المجموعات، لعبناهم في الفاينل كسبنا 5-4. فطبعا المنافسة، احنا اول دوري في المجموعات كنا خسرانين، بس طبعا يعني انت عارفه النادي الاهلي في الفاينلز، العالم كله عارف النادي الاهلي. طب كابتن خالد، انا فاكره مكالمه كانت مع حضرتك قبل كده، وكان في مش تخوف بس كان في قلق، لان احنا كنا عايزين نفوز، كنا عايزين البطوله. حضرتك قلت لي في مجهود بيقام، واللعيبه كمان كانوا بيأدوا دور جدا وبيساعدوا، فكواليس برضو الفتره دي مش فكره بس ان احنا نوصل، لا الكواليس اللي كانت كمان فترات الصعبه علينا، التحديات اللي كانت بتقابل الفريق. انا فاكر في المكالمه جبت سيره محمد، لان محمد قبل البطوله على طول خد بطوله الجمهوريه، يعني بطوله الجمهوريه اللي هي بطوله مصر الاهليه، دي اكبر بطوله فردي بتتعمل في مصر، فعشان ياخدها طبعا مشوار تعب جامد جدا طبعاً. قبل الدوري على طول بيومين ثلاثه، ومحمد كمان بيتميز ان اعصابه هاديه جدا يعني، هو باين. فطبعا لما المواقف بتبقى صعبه قوي اللعيب اللي من النوع ده بينفعنا جامد جدا. صح، في الايام الاولانيه في البطوله كنت بحاول احمسه جامد جدا، لان هو خلصان خارج بطوله الفردي كاسبها، واخد ثقه كبيره جدا في بطوله الجمهوريه، فكان اعصابه هاديه زياده عن اللزوم. بس صراحه لما جينا بقى يوم الفاينل هو اللي نفعنا يعني، اعصابه في ناس زيه بيفكرني، لسه كنت بقوله بيوسف حسام، كان لما بتيجي مواقف كبيره قوي الناس اللي اعصابها هاديه دي بتنفعك، لان الناس تانية اعصابها بتبوظ، هو بيبقى يا دوبك بقى مظبوط كده يعني. هو ماتش النهائي كان محمد اللي بيلعبه، ماتش اللي حدد لنا البطوله يعني. هي طب محمد، فعلا النقطه دي، لان حتى من طريقتك، من يعني الواحد بيقدر يقول ان الشخص ده فعلا هادي، او بيقدر يتحكم بشكل كبير في نفسه، في اعصابه، في الضغط اللي بيتعرض ليه، ازاي ده برده انت بتعمله او بتسيطر على نفسك بالشكل ده؟ لان ده فعلا زي ما كابتن فاروق بيقول، ده محتاجينه جدا كمان في المباريات الصعبه. انا عايز اقول لك ان هو مثلا انا في الاهليه في البطوله دي انا لعبت 3 ايام ورا بعض، في الكورت الفاينل والسيمي فاينل والفاينل، لعبت الكورت الفاينل لعبت فيه 3 ساعات ونص او 4 ساعات تقريبا، والسيمي فاينل لعبت فيه 3 ساعات، والفاينل لعبت 3 ساعات ونص. فانا كنت مخلص البطوله دي انا بجد ميت يعني، دخلت على الدوري بعدها. طبعا المجموعات انا يعني كنت بلعب وكده، بس طبعا انا احنا كده كده كنا عارفين ان احنا نتاهل ونوصل سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله يعني. بس ف جيت بقى في الفاينل، طبعا كنا بنلعب، احنا بنلعب 9 ماتشات، فانا نزلت وكنا فور اول يعني، هم 4 كاسبين 4 ماتشات واحنا 4 ماتشات، فانا نزلت اخر ماتش. طبعا بريشر مش عادي، ضغط مش طبيعي، ناس كلها موجوده،
لو خسرتي هتخسري الفريق كله، الناس اللي كلها اللي تعبانه معاكي، ولو كسبتي طبعا طبعا احلى حاجه يعني. فطبعا كان بريشر مش عادي، بس هو يعني الحمد لله يعني قدرت، وكنت ماسك اعصابي، وطبعا كنت متوتر كل حاجه، بس يعني ما كنتش عايز اضيع تعب الناس اللي معايا في الفريق والكوتش وكل الناس المدربين كل حاجه يعني. برافو عليك فعلا. هروح بقى للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الهوا، وفكرة هنا التنس كلعبة في مصر ورياضة كبيرة برضو، ربما البعض بيقارنها بالسكواش، ولكن السكواش يعني عنده كده لحد ما برضو حيز أكبر شوية في فكرة البطولات. لكن لو هنتكلم على التنس، احنا عندنا مثلا مثال لميار شريف، هي خرجت أصلا من النادي الأهلي. هل في نماذج كمان كده في الرجال، ولا صراحة كابتن فاروق يعني ممكن نقول أن السيدات في التنس في مصر أفضل؟ تاريخيا اصلا رجال بينجزوا بقالهم فتره يعني، من ايام كابتن اسماعيل الشافعي، وبعد كده في الاجيال الجديده في يوسف حسام وكريم حسام وكريم مأمون ومحمد مأمون ومحمد صفوت حاليا. محمد صفوت حاليا ترتيبه هو وميار، هما الاثنين اتاهلوا الاولمبيات، وهما الترتيب بتاعهم قريب جدا من بعض. تمام. يعني ده بيسبق شويه، هي بتسبق شويه الموضوع. بس كان في مثل بيقولوا ان احنا لعيبه اللعبه الفرديه دي بيحتاج تيم، زي عارف حضرتك سباق العربيات بيبقى في 15 واحد بيخدموا على واحد بس. انت حضرتك لما واحد عربيته بتعطل هو بينزل يغير الفرده بتاعه الكاوتش، لكن في السبق انت 15 واحد بيخدموا على لعيب واحد، فالتيم اللي معاهم بيفرق. يعني ميارة توفقت في تيم كويس جدا، لعيبه مجتهده جدا، المانجمنت بتاعها كويس جدا، اختيارها لبطولاتها، تصرفها نفسها. وحضرتك عندك حق طبعا في تدريب البنات والتعامل معاهم، هم بيبقوا يعني منظمين ومرتبين شويه عن الولاد. الولاد بيبقى واثق في نفسه شويه زياده، مش بيسمع كلام حد قوي، صعب شويه في التعامل. محمد بيضحك. لا محمد، انا لازم اجيب لك سيره الكوره بتاعت الدوري، محمد كان يعمل فينا ايه؟ ايه بقى عايز نعرف؟ من كتر ما اعصابه جامده غصبا عنه جت كوره الماتش، كوره تدي الدوري للنادي الاهلي، جايه له في جسمه، ف يعملها بشكل حلو يعني، عايز يلعبها بين رجليه، فتبقى حاجه ما حدش ينساها يعني، انه كسب الدوري الاهلي ولعب الكوره بين رجليه. فطبعا وجمهور مش طبيعي، مفيش ماتش بيتلعب غيره، كل الناس بتتفرج عليه، والماتش بيحدد الدوري وكسبان. فطبعا كبرت في دماغه انه يعملها يعني، فجاي يعملها طبعا خسرها. طب ليه يا محمد كده؟ الكوره كانت صعبه والله، بقول له مش صدقني. هي كان هيبقى شكلها حلو جدا طبعا ان هو كسب الدوري بكره زي دي، الناس تقعد تحكي عنها سنين يعني. طب انا بقى كده من الكلام ده شايف ان انت شخص عنده طموح وعايز يبقى مختلف متميز بشكل كبير، ده اللي انا فهمته من شخصيتك. فعلا بقى هنا السؤال، انت ناوي على ايه؟ وايه اللي انت راسمه لنفسك؟ هل بتفكر برضو فكره الاحتراف؟ بس انا مستني بس اخلص الجامعه الاول. انت في اخر سنه ولا؟ انا في اخر سنه في حقوق انجلش القاهره. ايه ده؟ لا لا لا، ده زميل. انا كنت حقوق انجلش القاهره. بس يعني فرق ممكن يكون مش عارفه كام سنه بقى، مش كتير قوي برضه. لا بس كويس. بس انت بس دي كليه صعبه يعني، حقوق انجلش مش كليه مثلا حاجه الواحد بيدخلها عشان ياخد شهاده وخلاص. لا صعبه. لا صعبه صعبه، كمان بكون عايز اجيب اللي هو درجات حلوه وكده، مش مجرد انجح وخلاص. فالموضوع مش اسهل حاجه يعني. انا بقالي بس برافو عليك، برافو عليك انك اخترت كليه برضو ليها مستقبل كبير يعني. بس هي مش سهله خالص. انا باجي وقت الامتحانات، انا بمتحن مثلا في مايو وجون، بقعد مثلا شهر ونص في البيت مش بعرف اتمرن حتى. وفي ديسمبر برضو بقعد في البيت مش بعرف انزل اتمرن، عشان برضو انا عايز اجيب يعني درجات كويسه يعني، فبضطر اقعد في البيت يعني. صعبه يعني، بس بحاول مانج الدنيا يعني التنس. وبعد كده بقى ان شاء الله بعد ما تتخرج، انت ناوي تاخد كارير بتاع المحامي ولا الرياضه اكتر، ولا الاثنين تحاول توفقهم؟ بس ولو انه هيبقى صعب برضه، هيبقى صعب صادقين يعني، يعني عايز بس اخلص الاول بعد كده اشوف يعني. بس ان شاء الله احاول مانج الاثنين مع بعض. كابتن فاروق، الناس برضو بتيجي اوقات كده تتكلم ان لما يبقى عندي فرقه وانا المدرب بتاعهم، انا برضو ببقى نفسي ان هم ينجحوا مع النادي بتاعي والنادي بتاعهم، لكن برضو ببقى بتمنى لهم الاحترافيه. فحضرتك بتجهز برضو اللعيبه كده، بتديهم الفكره انه لازم ان انت برضو تحترف، ممكن تعود مره تانية للنادي، خليني اعرف من حضرتك. هو احنا التنس عندنا بيبقى فيه بطولات ناشئين دوليه، ودي شغاله كانت طول الموسم السنه دي، لاعبتنا لعبت بطولات كتير قوي منها، وده كان من اسباب ان احنا تعبنا شويه في اخر السنه، لان البطولات اتضغطت. بدل ما كانت لعب في السنه كامله، احنا قفلنا 3-4 شهور، وفجاه بقى عندنا بطولات دوليه وبطولات محليه وبطولات دوري. عشان كده الفرق كان في ناس كتير بتتصاب، وخسرنا ناس كتير في وسط السكه يعني ونكمل بيهم. فسكه الاحتراف هو بيحترف هو هنا لغايه لما يبتدي بقى يوصل ليفل بتاع ميار او صفوت، اللي هو البطولات بتاعته كلها بره مصر، فبيبقى طول الوقت بيلف بره. لكن لغايه سن مثلا 18 19 بطولات هنا في مصر، يقدر يلعب وهو هنا وبيمثل النادي. تمام يعني.
كويس جدا. طب ازاي ممكن ان احنا نقول برضو عن قصة الناشئين؟ يعني ازاي اقدر انا اعرف الموهبة وهي صغيرة كده واقول ان الشخص ده، يعني مثلا محمد حضرتك بتدربه بقالك كام سنة برضو؟ انا اعرف محمد وعن 9 سنين. 9 سنين. طيب ازاي البداية كانت ان محمد ده الستايل بتاعه لا هيكون لاعب تنس محترف؟ علميا يعني بيتكلموا ان الموضوع بيتقسم لثلاث اربع حاجات. في صفات جسمانيه فيزيكالي، اللعبه دي بتبقى عايزه حد شكله عامل ازاي، عريض مثلا. في صفات نفسيه زي اللي حضرتك شفتيها في محمد، نوع اعصابه هاديه جدا، ثقته في نفسه عاليه جدا، منظم ومرتب. موضوع الدراسه كمان بتفرق جامد جدا، يعني في تجارب كتير قوي ناس سابت الدراسه شويه ما كانتش ناجحه قوي، لان التعليم برضو بيثقل شخصيته، بيخليه عارف ياخد قراراته. انت في الاخر لعبه فرديه، احنا كل النادي تحت رحمه كورتين هيلعبهم، فلازم يكون عارف ياخد قراراته كويس جدا. في مجموعه بقى من الاسباب الثانيه مش عارفين يسموها هي نفسيه ولا جسمانيه، زي مثلا قدرته على التدريب، فسموهم حاجات مش ملموسه. في ناس تقول لهم اي حاجه يتعلمها في ثانيه، ومحمد كده بالظبط. يعني احنا اتمرناش كتير، الوقت اللي عنده عشان يعرف يتمرن قليل جدا. محمد فاكر قصه المطار؟ احنا كنا في راجعين من سفريه منتخب وظبطت له السيرف واحنا ويتنج في الجيت بتاع الطياره. في ناس كده يعني يقدر يسمع في اي وقت ويتصرف. كنا مش قادر اقولها له طول البطوله طبعا، مش هغيرها له قبل البطوله. قلت له احنا راجعين في تونس في المطار، وظبطها لغايه دلوقتي، ظبطها وفاهمها. في ناس عندها القدره دي. في صفة تانية مثلا، في ناس بتبقى عنده أثليتيزم، يعني مثلا تحس ان هو بيعرف يتحرك كويس جدا. محمد حركته خفيفة جدا، مش بسبب ان هو بيعمل فيتنس كتير او حاجة، لان وقته زي ما حضرتك عارفة محدود جدا، بس هو عنده خفة حركة مميزة جدا. فدي مجموعة الأسباب اللي بتخلي الواحد يقدر يميز ان ده لعيب. وده يمكن بيسهل الموضوع على حضرتك برضو كمدرب، ان في لعيبة بياخدوا وقت كبير كتأهيل كمان من الناحية الرياضية والنفسية، ولعيبة تانية بالعكس هيك ممكن تعتمد عليهم أكتر، أو بيبقى التدريب أو التأهيل أسرع. هي لعبة فردية بس عاملة زي فريق كورة، يعني أنت معاكي دفاع وهجوم وحركة بالزبط. كل دول في واحد، يعني هو لازم يدافع ولازم يهاجم، وبتبقى بقى في حاجه ناقصه، حاجه زايده، بنقعد نكمل له الباقي لغايه لما يبقى تيم. وحضرتك بتدرب كذا لاعب، مش بالظبط ما ده اللي بتكلم فيه. طيب محمد، عايز انا خايف اسالك برج ايه؟ احنا عندنا فقره على فكره، مش فكره ابراج، احنا بنربط بقى يعني ابراج اللعيبه بشخصياتهم. دي عملنا فقره النهارده، عاملينها علشان راس السنه. انت برج ايه برضه؟ انت تديني برج ايه؟ انا اقول برج ناري، لان الشخصيه دي برج ناري، يعني اسد. اسد؟ لا 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 لا، تعرف انا برج الاسد برضه. لا لا. يعني كنت بلعب تنس وانا صغيره برضه على فكره. طيب عايزه بس قبل ما اختم، الوقت للاسف جري، انا عايزه خلاص احنا 2020 الحمد لله حققنا فيها كتير، عايزه بقى وعود ان شاء الله، وكمان البطولات اللي جايه في 2021 يا كابتن. احنا دلوقتي الفتره دي مستنيين الدوري هيبقى نظامه ايه. انا نسيت اقول لحضرتك ان احنا واضح. الدوري السنه دي كان مختلف تماما في نظامه، يعني الاتحاد لغى مسابقات، يعني دي مش احنا ما كسبناش درع رجال بس، هو ده مسابقه رجال و18 و16 في بعض، يعني التسع لعيبه دول بيبقى منهم اثنين تحت 18 وواحد تحت 16، ضغطوهم في بعض التسع لعيبه. مستنيين بقى ان السنه دي هيبقى ايه، هيبقى 18 لوحديها، 16 لوحديها، ورجال لوحديها، بحيث ان احنا نقدر نشكل فرقنا ونبتدي نجهز نفسنا من بدري ونبقى عارفين ان ورانا ايه. كابتن محمد، في امال 2021 ان شاء الله؟ يعني اتمنى اكون سنه سعيده بس خلاص الجامعه. بس على مستوى اللعب ان شاء الله. ان شاء الله اركز بقى في التنس بقى وكده وكله بقى كويس. ماشي، يلا يا رب ان شاء الله خير وترفعوا دايما راسنا. بشكركم جدا كابتن فاروق، كابتن محمد، شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.